في دار بوعزة، كنهتم بالحيوانات الضالة، الحيوانات اللي ما كيتفكرها حتى شي واحد. بون ماشي حتى واحد، كاينين ناس طيبين، غير هما قلال بزاف وسخطوا في الدواور. جاتني فكرة من الظروف اللي تيعيشوها هاد الكلاب وهاد المشاش والحيوانات ككل، الكلاب، المشاش، المحمير، البغال، كاع الدواب اللي كتعيش على وجه الارض في هاد البلاصه كتعيش بحال يورث لها. ما غاديش نقول لك بان الانسانيه انعدمت، بقى الانسانيه، ولكن مع الاسف هاد البلايص انا كتبان لي بانها قليله بزاف او شبه معدومه في هاد البلاصه بالضبط فين كنعيش انايا. انا كندوز نهار في تمره من الصباح حتى الليل، حتى ديك العشيه ما نقولهاش ليك لان هي من الصباح حتى الليل، وشي مره حتى لجوج ونص ديال الليل الا كانوا عندي مرض، راه ما تنسالي حتى ثلاثه ونص ديال الليل، لانه كنكون خارجه على برا، كنجي دير الماكله، طيب وكل كلاب وكل مشاش باش تقابل هذا، خص هذا ياكل هذا، ما يهربش على هذا، هذا ما يضربش هذا، عاد مني كتسالي معاهم، عاد هذا فيه جربه في ودني، هذا عنده مشكل خصو ياكل لونتيبيوتيك حيتاش عنده مشكل، هذا خصو ندير ليه السواني على الحناش. اش غادي نقول لك؟ تمره بمعنى الكلمه. فوالا، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ومعذبه، غير هاد كلمة معدبة كنقولها من خاطري، وأنا فرحانة أنني معدبة مع هاد الحيوان، لأن ربي اللي سخرني ليهم وهما سخرهم ليا باش ندير فيهم الأجر. ولكن الحاجة الوحيدة اللي ضراني بزاف هي العذاب ديال الإنسان، العذاب اللي معدبني الإنسان اللي هو بحالي، هذه اللي أنا اللي ما نقدرش نقول لك بانني فرحانه بها نهائيا، هذه معذباني ومعذباني بزاف. التنمر بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، الحقره بزاف بزاف، المهم المواصفات ما نقدرش نسميهم لكم، الحقره بصفه عامه. الحيوانات كيف ما كتجي تشوف، كيف ما جيتي وشفتي دابا، ها هما عايشين ولاو عايشين معايا في الدار، بغيت نشرب غير كويس ديال القهوه ترانكيل، ما بقاش عندي فين كيف ما كتشوف، وهذا الشيء كله غير باش ما يخرج على برا. تسع على برا راك غتخرج اخويا، غتصور شحال ديال تسع عطانا الله على برا ياك. ولكن كاينين الناس اللي تيقول لك مني شافوا عندي الحيوان انا بوحدي دابا اللي وليت مخسره الزرع للناس بوحدي. هذا دوار، يعني الباديه، والباديه عامره بالحيوانات الضاله، لان المساعده فيها شبه معدومه، الجمعيات قليل اللي كيوصل هنا، مع احترامي للجمعيات كنتمنى يا ربي يسمعوني من هذا النداء هذا. يعني كاين الحيوانات الضاله، كاينين الدراري الصغار، كاين المشيشات الاخرين، كاين، ولكن انا من ضمن الناس كاملين اللي وليت انا اللي كنخسر الزرع للناس. وراي الا خرجتي وشفتي تبارك الله الناس حاصدين خير ربي ما شاء الله، الله يزيدهم، ولكن حقروني وتعداو عليا بزاف. غير الحد الفايت، هذا الحد اللي داز دابا، راه حتى لجوج ونص ديال الليل وانا في لابريكاد ديال الجندرم، وما قديت حتى شي حاجه، ما صورت والو. الطبيعه ديالي انا محبه للناس، انا محبه للبشريه كامله، ومحبه لكاع المخلوقات. ومني دخلت لهاد الدوار انا عشقت هاد الدوار وعشقت الناس ديال هاد الدوار. ولكن دابا انا ماشي كنقول لك راه كرهت الناس ديال هاد الدوار، ولكن قهروني بزاف لدرجه بغيت نعيش غير مع الحيوان، ما بقاش بغيت نعيش مع شي واحد اخر، لان بداكشي اللي داروا لي الناس كرهتهم، فهمتيني؟ غير كما كنقولهاش من القلب ديالي، ولكن راه داكشي اللي دوزوا عليا راه ما يخليونيش نقول لك بانني راه باقي كنبغي هاد الناس. كاينين الناس طيبين، ماشي نقول لك بان الناس ما طيبينش، كاينين الجيران ديالي هنا الله يعمر لهم الدار زعما متسامحين معايا، وتيقول لي يا بنتي الله يرضي عليك كديري الخير، ولكن الناس اللي ظالميني دابا راه كيديروا لي شي فعيل، راه انا براسي كنستغرب كنقول علاش، واش انا جمعت هذاك الحيوان دخلته وانا ما فحاليش، انا براسي راه كيخصني ما ناكل، مريضه، هل مرض ديال القلب، هل الاعصاب، زعما لا حول ولا قوه الا بالله، والحمد لله على ما عطاني الله. ولكن باش يعطيني الله زعما ناس هكا يتعداو عليا، هذه انا اللي ما تقبلتهاش. وهاد الناس انا كنت كنبغيهم، ناس كبار كنقول با فلان، خويا فلان، اختي فلانه، يعني انا هادشي اللي انا باغي نعيش مع وسط يكون داير بالحب، داير بالحنان، انا هادشي اللي ولفت وهادشي فاش كبرت. ولكن باش الناس لدرجه يطلعوا لي 11 رجم ويبداو يعايروا فيا ويسبوا فيا ويجيو حتى 11 رجم ويبداو يتهددوني بهاد الطريقه، ما فهمتهاش. هادشي كله على من؟ على واحد الدابه اللي خلقها الله بحالنا بحالها، دابا خلق. دابا حنا كنقولوا راه حنا مسلمين، دخلنا عليك بوجه الله اخويا، دابا حنا كنقولوا راه حنا مسلمين وكنبغيو الله، كنبغيو الله وكنكرهوا الخلق ديالو، راه ما تيمكنش. انا الا عايشه في الدنيا وكنبغي الله وكنقول انا مسلمه، راه خاصني نحترم الله، خاصني نحترم الخلق ديالو، سختو ان هذاك الخلق راه ما تيدير ليا والو. ربي قال لك امتى تقتل وامتى تعدى حتى دير جميع المستحيل،
عاد باش تقتل، ولكن هما لا، كيشوفوا غير كلب غادي كيجري، هذاك جاهل، كيتبعوه، كيجيبوا واحد المجموعه خاصه وكتمشي وكيبداو يضربوا في داك الكلب مسكين حتى كيقتلوه. دونك انا كيعيشوني في حاله نفسيه كيتعداو على الحيوان وكيتعداو على ريوسهم، لان الانسان انا دوك الناس دابا كنشفق عليهم، لان الناس اللي ما خلقش لهم ربي الرحمه في قلوبهم هذو كيستحقوا غير الشفقه والدعاء. هذا الكليب هذا كنتمنى يا ربي من شي واحد الا يشوفه شو كيفاش معذب، عنده واحد لا تيمور، ها هو مسكين بصعوبه باش كينوض، روكي مسكين شفتي، هذا خصني نخرجو وخصني ندخلو، ديما خصني نخرجو مني بغيت البوزوان ديالو وخصني ندخلو، ما بقاش مسكين كيقدر يتمشى لان هاد لا تيمور هادي معذبه بزاف. كنتمنى من شي بيطاري تبارك الله وصلى على النبي عليه، الا كان زعما غير يعاونني فيه، الله يجازيكم بخير. وعندي واحد جوج الكليبات اخرى اللي ايرجو، هادو اللي ايرجو بزاف، اللي ما يقدروش يتسناو. الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوا ليا من حال هاد البكمه هادي، الله يجازيكم بخير.